اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. حديث الكساء اليماني في بيت فاطمة محمد وآل محمد، هل هم بحاجة إلى مثل هذا التفصيل الذي جرى في بيت الزهراء في واقعة الكساء اليماني الفاطمي؟ هذا جزء من برنامج التمهيد لعاشوراء في السنة 61 للهجرة، وهو تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. السيناريو الأول بيعة الغدير، لكن الأمة قد وضعت مخططاتها للغدر بالغدير في الصحيفة المشؤومة التي كتبها أقطاب السقيفة الملعونة وطبقوها بعد ذلك. فالسيناريو البديل والبرنامج البديل برنامج القربان عاشوراء، وهذه صور من التمهيد لهذا البرنامج. ما جرى في بيت فاطمة في واقعة الكساء اليماني هذا لأهل البيت وخواصهم، لعامة المسلمين واقعة الكساء حدثت في بيت أم سلمة، فذلك لعامة المسلمين. وتلاحظون أن ترابطا واضحا، فحادثة الكساء في بيت أم سلمة وقارورة الدماء في بيت أم سلمة. برنامج متكامل، هناك اتساق في كل هذه التفاصيل. نحن لا نتحدث عن روايات يضعفون أسانيدها مراجع النجف، يضعفون حديث الكساء اليماني في بيت فاطمة، يقبلون ما جاء في كتب المخالفين من حديث الكساء في بيت أم سلمة بحسب منهج الخوئي والسيستاني، بحسب منهج محمد باقر الصدر، بحسب منهج الطوسي والأنصاري، بحسب منهج حوزة النجف. حديث الكساء اليماني حديث ضعيف إلى أقصى ما يمكن أن يكون الضعف، حديث لا قيمة له بحسب منهج الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر وسائر المراجع الآخرين، حديث لا قيمة له. الحديث الذي يقبلونه هو ما جاء في كتب النواصب الواقعة التي حدثت في بيت أم سلمة.
وردت في رواياتنا أيضا، لكنهم يقبلونها لأنها وردت في كتب النواصب. هكذا هو منهج النجف، هذا هو منهج مراجع النجف وكربلاء. على أي حال، فحديث الكساء اليماني في بيت فاطمة هو صورة من صور برنامج التمهيد لعاشوراء، وهذه الكلمات تنسجم انسجاما مع مضمون عاشوراء، مع حسين في عاشوراء. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، حسين مني وأنا من حسين. هذه الصورة الواضحة المتجلية التي يعرفها الجميع، إنهم مني وأنا منهم، حسين مني وأنا من حسين، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم. إنها عاشوراء، عاشوراء التي تطل علينا في حديث الكساء اليماني. وهنا يتجلى لنا دور فاطمة، فحديث الكساء اليماني وواقعة الكساء اليماني واقعة فاطمية زهرائية بامتياز. عودوا إلى الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج ستجدون التفاصيل، حينما كان الحديث عن فاطمة وعن حديث الكساء اليماني. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، وإنما أذهب بكم إلى كامل الزيارات. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. هناك حديث أورده ابن قولوي مرتين في هذا الكتاب، مرة في الباب 21، إنه الحديث الأول في الصفحة 65 والتي بعدها، ومرة أخرى في الباب 22، إنه الحديث السادس في الصفحة 69 والتي بعدها. بسنده، بسند ابن قولويه عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بينما
رسول الله في منزل فاطمة مثلما حديث الكساء اليماني واقعة الكساء اليماني في بيت فاطمة، هذا حديث للفاطميين. الفاطميون الذين شهدوا جنازة فاطمة، هؤلاء هم الفاطميون الذين بهم ترزقون، هكذا أخبرونا، وبهم تمطرون، هؤلاء هم الفاطميون. أما حديث الكساء في بيت أم سلمة لعامة المسلمين، وهذا حديث للفاطميين أيضا، إنه حديث التجلي، ذلك الذي قرأت منه قبل قليل حديث الكساء، وهو أيضا يشتمل على التجلي، وقد أخبرتنا فاطمة عن ذلك. هذا حديث التجلي في بيت فاطمة أيضا، مثلما كان التجلي في بيت فاطمة في واقعة الكساء اليماني. واقعة الكساء كانت لهم جميعا، وحسين هو الزهرة والوردة وعين القلادة فيما بينهم، مهجة فاطمة. بينما رسول الله في منزل فاطمة والحسين في حجره، في حجر رسول الله، إذ بكى رسول الله وخر ساجدا، ثم قال: يا فاطمة يا بنت محمد، إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا، في ساعة هذه، في أحسن صورة وأهيأ هيئة. قطعا الحديث ليس عن صورة حسية، هذا حديث بين محمد وفاطمة عن الله سبحانه وتعالى. اللغة قاصرة محدودة، لكن فاطمة تحيط علما ومعرفة وإدراكا بالذي يقوله محمد صلى الله عليه وآله، هي أيضا تدرك هذه الحقيقة مثلما حدثتنا عن الله مباشرة في حديث الكساء اليماني. هي تحيط علما بهذه الحقيقة، لكن الحديث جاءنا بهذه الصيغة لأجل أن يصل المضمون إلي وإليكم، وإلا فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن. جميعهم أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. يا فاطمة يا بنت محمد، إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا،
في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيأ هيئة، فقال لي: يا محمد، أتحب الحسين؟ قلت: يا رب، قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي. هذا هو الذي قلته لكم. كان الحسين زهرة تفوح عطرا ونورا بينهم تحت الكساء اليماني. هذه المضامين ما هي من إنشائي، إنها مضامين كلماتهم، إلا أنني أصوغها بتعبيري. الكلمات هي هي. قلت: يا رب، قرة عيني وريحانتي. والريحانة هي الزهرة المتفتحة التي تفوح عطرا وغالية وأريجا. قلت: يا رب، قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني. هذه الجلدة التي بين العينين إذا ما اقتطعت فإن وجه الإنسان سيتشوه بكامله. فجلدة ما بين العينين هي التي تسبب النظم الهندسي لشكل وجه الإنسان. قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني. فقال لي العلي الأعلى يقول لمحمد صلى الله عليه وآله، فقال لي: يا محمد، ووضع يده على رأس الحسين. العلي الأعلى، ليس الحديث عن يد محسوسة، لابد أن نعرف هذه الحقيقة، لكن اللغة قاصرة. ووضع يده على رأس الحسين، وهكذا قال العلي الأعلى: بورك من مولود عليه بركاتي وصلاتي ورحمتي ورضواني ونقمتي ولعنتي وسخطي وعذابي وخزي ونكالي على من قتله وناصبه وناواه ونازعه. أما إنه سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف، إنه حديث التجلي في بيت فاطمة. نذهب إلى فاصل.